أقارب ضحايا الطائرة الماليزية التي تحطمت في شرق أوكرانيا عام 2014 يطالبون بمحاسبة من تسبب بهذه الكارثة وتقديمه للعدالة. جاءت هذه المطالبات بعد عدة أيام من ظهور نتائج بعدما أفاد الفريق الدولي المكلف بالتحقيق بالحادثة، والتي أفادت بأن الصاروخ الذي أسقط الطائرة تابع لوحدة عسكرية مقرها روسيا، وهي النتائج التي كذبتها موسكو. لقد مرت 4 سنوات بالفعل على الحادثة، لم تستطع أي حكومة اتخاذ موقف ضد الحكومة الروسية. نحن نأمل أن تتخذ الحكومة الأسترالية موقفا حازما ضد روسيا. واستجابة لمطالب ذوي الضحايا، طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الحكومة الروسية بالاعتراف بمسؤوليتها عن الحادثة وتعويض أسر ضحايا الطائرة. أبلغنا روسيا بأننا نحمل الاتحاد الروسي المسؤولية عن دوره، وطلبنا أن يبدأ المفاوضات. سنسعى للحصول على اعتراف من روسيا بأنها تتحمل المسؤولية عن دورها في إسقاط الطائرة، وسنسعى أيضا للحصول على تعويضات لأسر الضحايا. الاتهامات الجديدة التي طالت موسكو قد تفتح المجال أمام إجراءات قضائية دولية جديدة قد ترفعها أستراليا وهولندا، أو تفتح الباب أمام المزيد من العقوبات على روسيا.